طيب نرجع تاني مع احمد درويش. الزمالك خسر من شباب الوسداد وكان الشكل مش حلو. الزمالك كسب سموحه 3-1 باداء رائع. كان في مشاكل واسامه نبيه وفيريرا رجع واسامه نبيه ومش عارف ايه، وليت الامور كويسه جدا الماتش اللي فات والعلاقه حلوه، وحتى فيريرا اتكلم مع اداره الزمالك عشان اسامه نبيه يكون موجود وما يحصلش تغييرات في الجهاز الفني. معلوماتك ايه في القصه دي؟ بص يا كابتن اسامه فعلا في فتره ما كان عايز يمشي. وهو قريب. ايوه يعني في بعد ماتش فاركو كابتن اسامه خلاص كان عايز يمشي. كابتن اسامه جه مدير فني وبالتالي هو كان عشمان ومكمل. يعني قال لك ايه بالتحديد؟ يعني انا كسبت ماتش فيوتشر وعديت والدنيا ماشيه تمام، خسرت ماتش فاركو. طيب ما فيريرا في اخر انت عارف ماتش سموحه اللي فات ده الزمالك لو ما كانش كسب كان الجهاز كله هيمشي. بالظبط. تعرف كده؟ وكان في جهاز اجنبي. لا كان مرشح واحد مصري. كان مرشح معاه اثنين اسماء مصريه. كان واحد فيهم كان مدير فني نادي وتم اقالته وهيبقى مدرب عام ومعاه حد. صح. لحد ما يجيبه مدير فني اجنبي. لحد ما يجيبه مدير فني اجنبي. ادي حاجه. تمام. لكن القصه ماشيه ازاي؟ خد بالك لحد دلوقتي عشان عايز اقول لك حاجه، خليك فاكر الكلام ده، لسه فيريرا موقفه في خطر. ولا قدر الله او الزمالك او خسر الماتش الجاي في ماتش مريخ هيبقى عنده ازمه كبيره جدا جدا مع اداره الزمالك. طيب خلاص كده بطوله كمان يعني بتبعد. ست نقط. الزمالك مطالب انه يكسب الاربع ماتشات الجايين، هيبقى الموضوع صعب جدا. صعب جدا عندك جدا. هتسافر الجزائر وهتسافر تونس. طيب خد مني بقى، في دلوقتي اداره الزمالك او مشرف عام في الزمالك كلف احد الوكلاء اللي هو بيتعامل معاه في بحث عن سيره ذاتيه لخلافه فيريرا. ففيريرا لسه موقفه في الزمالك، ولو مشي اسامه نبيه كمان هيمشي مش هيكمل. يعني مش وارد انه يمشي واسامه يستنى، لا انا بقول لك ان لسه في ترتيبات وفي اوضاع ضد فيريرا، لان هم شايفين ان هو خلاص الراجل بدا يستنزف كل قوته في مع الزمالك الفتره اللي فاتت، فكل شيء وارد في الزمالك. حتى لو تلاحظ احنا قلنا من اسبوع ان محمد صبحي هيلعب. اول ناس انفردنا بخبر ان محمد صبحي الزمالك هيلعب. قلنا قبليها ان محمد صبحي هيلعب. خد المفاجاه ان عوادي هيلعب اصلا الماتش الجاي. ماتش يوم الجمعه مع المريخ. ليه بقى؟ لان حصل جلسه ما بين فيريرا وايمن طاهر بفكره التناوب، لان فيريرا ما كانش عاجبه مستوى عوادي الفتره الاخيره ومحمد صبحي ماشي كويس في التدريبات، فقال له انا عايز ادخل صبحي بالتناوب. فاكر زمان لما قلت لك ان في اتفاق بقى كاس مصر يشارك فيه صبحي وعواد وحصل الكلام ده؟ عواد هو المرشح الاقوى او الاول او حسب الاتفاق ان عواد اللي هيشارك الماتش الجاي. الا بقى لو حصل لا قدر الله اصابه او اي حاجه، وبالتالي هيبقى في تنويع. فيريرا استمع الى وجهات نظر مساعديه اللي هو اسامه نبيه واحمد عم مقصود بالعوده الى الطريقه القديمه اللي هي ايه؟ 3-4-3. ما هو ده اللي لعبوا بيها ماتش السموحه الاخير. عشان كده العلاقه ما بين فيريرا واسامه نبيه بدات تبقى فيها ايه؟ شويه انسجام، لان الراجل الاول كان رافض انه يسمع، كان بيسمع فقط الاجانب. الاجانب اللي مشوا. ايوه. وبالتالي بدا الراجل مساعدين الاجانب بتوع اللي مشوا. بالظبط. بدا الراجل يسمع لاحمد عبد المقصود، بدا يسمع لاسامه نبيه. لو تلاحظ ان احمد عبد المقصود الماتش اللي فات كان واخد ادوار وبيقوم يوجه لعيبه. وبالتالي عظم او وسع سلطات صلاحيه المساعدين بتوعه، وبالتالي الزمالك حتى الان في فتره استقرار مؤقت.